الحين يا شباب هذا الثعلب بدأ يهدى شوي، وفكنا من القفص الصغير. صار يجي ياكل من اليد. طبعا اول ما كان ياكل وانا عند النهايه ياخذ الاكل يحطه اذا راح تكلها، الحين لا الحمد لله بدا يهدى. تعال يلا تعال 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 يلا 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 تعال يلا تعال يلا يلا تعال 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 يلا. حتى برضه كلمة تعال صرت اربطها مع الاكل، يعني بدا يهدى شوي صار يستوعب. يلا تعال